لغاية ما حد يتشجع كده ويكون فاهم إيمانه، يكون بالصدفة كده فتح الإنجيل بتاعه، قرأ فيه حاجة. في حد عنده تمثال للإله في البيت؟ في حد عنده تمثال للإله بتاعه في البيت؟ يكتب رقم 3. الناس اللي بتحتفظ بتماثيل للآلهة، الناس اللي بتحتفظ بتماثيل للآلهة وبتنزل تشتريها. ها، تخيل واحد راجل محترم كده اهو، لابس بدلة وجرافطة واخد العيلة بتاعته ويقول لهم تعالوا احنا النهاردة هننزل ننقي تمثال للإله. ايه رأيك يا واد يا ميشو تنقلنا انت تمثال للإله؟ ايه رأيك يا واد يا ميشو نقلنا. الواد يجي عند بتاع التماثيل يقول له بابا بابا التمثال بتاع الرب ده حلو. تيجي اخته بقى الصغيرة جينا الصغيرة تقول له لا انا عايز التمثال التاني ده عشان هو فاتح ايديه زي باتمان كده. يقول له ما تزعلوش عشانكم انتوا الاتنين، هات لنا يا عم تمثال الرب اللي على اليمين ده، وهات التمثال اللي هناك اللي فاتح ايديه ده عشان جينا. يلا تزعلوش يا اولاد انتوا، انه بحبكم انتوا الاتنين. ها، ويشتري التمثالين للاله. ايوه، يشتري التمثالين بتوع الاله، واحد عشان ميشو عجبه والتاني عشان جينا عجبها، وكل واحد يصلي للاله اللي بيحبه، كل واحد يصلي للتمثال اللي بيحبه، ويقوم مميل عليها كده يقول لها يا ام مشيل مش عايزه حاجه انت كمان يا ام مشيل؟ تقول له والنبي يا اخويا ربنا يخليك انا عايزه تمثال العذراء، عايزه تمثال العذراء. يا سلام يا ام ميشو، تأمري تأمري، انا هلاقي عز منك رابط على نفسي. قول له هات لنا كمان تمثال العذراء. تقول له انا عايزه التمثال العذراء هي شايله يسوع الصغير ده، انت عارف انا بحب العيال. يقول لها انا عارفك بتحب العيال يا ام ميشو، هات لنا تمثال العذراء اللي هناك اللي شايله يسوع الصغير ده. يلا، وكل واحد يروح يقول له بقى انا هطلع من مولد بلا حمص، انا هات لي تمثال ماري مينا عشان ده الشفيع بتاعي، هات لي تمثال ماري مينا. كل واحد يروح البيت بقى شايل التمثال بتاعه اللي اشتراه، ويروحوا البيت يحط التمثال ويحط عليه شويه ورد كده وريحه، ويحط له بخور في ايديه، وكل واحد بقى فرحان بالاله بتاعه، كل واحد فرحان بالاله بتاعه ويصلي له. ويقول لك اصل احنا بنعبد رب واحد، والرب بتاعنا اله قادر لا يرى، بس دي تماثيل كده يعني فانتازيه، يعني بتدي ديكور في البيت حلوه. ها، هو ده المسيحي، هو ده المسيحي، هو ده المسيحي. زي عباد الوثن اللي كان بينزل يشتري تمثال لإله ويروح بالبيت، ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق؟ تاني يوم الصبح الواد ميشو بيعيط، بتعيط ليه يا ميشو؟ اصل الرب وانا بطبطب عليه وقع اتكسرت رقبته. لا يا حبيبي ما تخافش ما تخافش، هنصلحهولك، بعدين ده قوم نفسه من الموت، ما تزعلش يا ميشو، البت جينا وقعت الرب بتاعي وكسرته. لا يا حبيبي ما يهمكش، هصلحهولك بالليل وانا جاي، هجيب لك معايا جبس واسمنت واصلح لك رقبة الرب. طب ايه رأيك يا ميشو تعبد الرب بتاع جينا لغاية اما اصلح لك الرب بتاعك؟ ايه رأيك اعبد رب جينا؟ لا اصل رب جينا بيخوف. ليه يا حبيبي بيخوف؟ اصله فارد ايده هياكلني. لا يا بابا، ما ده هو بس، هو ده منظر وده منظر، بس هو رب واحد. يقول له مش واحد، انا بتاعي شكله حلو وبتاع جينا هياكلني. وبعدين بقى تعالي يا ام ميشو شوفي الموضوع ده يا عم، ابعدوا عني، انا ما قاعده مع ام النور، انا قاعده مع ام النور، انا مالي ومال الكلام ده؟ ايه ده ايه ده، ايه الحوارات الفاضيه دي؟ ايه الغم والهم ده؟ ايه الغم والهم ده؟ حاجه تجنن. المهم بقى الراجل التاني اللي اشترى منه التماثيل خش بقى يكلم الراجل المساعد بتاعه،
يقول له الحمد لله فرجت النهارده، كان عندنا 4 هبل اشتروا تماثيل، يا ابني اعمل لنا غيرهم، والله ده الشغل في تماثيل الاله احسن ما تشتغل اي حاجه تانية. الراجل تقول له الاله ب 150 جنيه شاله على طول، شاله على طول، اعمل لنا تمثالين تانيين بس كتر كتر من ام الرب، كتر من ام الرب اليومين دول، عشان هي ماشيه يعني، عشان هي ماشيه ام الرب. هو ده اللي انتوا بت هو ده اللي انتوا بتؤمنوا بيه؟ ها؟ هو ده الإيمان؟ هو ده الإيمان؟ هي دي العقيدة؟ مين المسيح يكتب رقم 3؟ مين المسيح يكتب رقم 3؟ يبعت للأخ خليل مون يكتب له رقم 3. ها؟ حد مسيحي عايز المايك؟ دي احسن من التجاره في الاثار يعني، متهيألي تماثيل الالهه والشفعاء احسن من التجاره في الاثار، اللي يقول لك اثار وده بيهرب ودي حته مش كلام اللي ودي السجن دوت. طب ما يشتغلوا في تماثيل الرب، يشتغلوا في تماثيل الرب احلى، احلى حاجه، احلى حاجه. مين يشتري الرب؟ تخفيض النهارده، تخفيض على تمثال الرب، تخفيض على تمثال الرب. ها؟ عامل اوكازيون وتلاقيه منزلين في كارفور بقى، تخيلوا بقى، ينزل في كارفور يقول لك تمثال الرب 180، يشطب عليها ويقول لك 160. تخيلوا مثلا كده كارفور 180 ويشطب عليها 160، او معاها تحت اشتري تمثالين للرب خد واحد لام النور صغير، تمثالين للرب خد واحد لام النور صغير، عرض، عرض بتاع كارفور. ايوكو هو ده الإيمان؟ هي دي المسيحية؟ يا وثنيين، يا وثنيين، مين مسيحي في الغرفة؟ مين مسيحي في الغرفة؟ مين بيؤمن إن الإله ب3 أقانيم وحتة؟ مين بيؤمن بان الاله 3 اقانيم وحته؟ هي دي العقيده بتاعته، هي دي العقيده بتاعته. وثنيين، وثنيين. حد عنده اعتراض؟ مين بيؤمن بالاله المتأنس؟ مين بيؤمن بالاله اللي كان بينام مع البشر؟ تخيلوا كده انتوا التلاميذ، التلاميذ كانوا قاعدين ومعاهم الاله، التلاميذ قاعدين ومعاهم الاله اللي خلق الدنيا دي كلها وخلقهم، تمام؟ قاعدين مع بعض كده والاله، ويقول له قوم اعمل لنا كوبايتين، كانوا بيشربوا ايه؟ كوبايتين شيح. يعني الرب يقول له مثلا للتلميذ اعمل لنا كوبايتين شيح، لفه كده، يقوم التلميذ يعمل كوبايتين شيح ويجيب الايه؟ الكوبايه للرب، يقول له اتفضل. يقول له ايه ده؟ يقول له شيح. يقول له انت يعني مش عارف يا رب، ما انت اللي خلقته، انا مالي بقى؟ انت اللي خلقته طعمه كده، انا مالي؟ يقول له يلا ماشي. والاله قاعد معاهم وده قاعدين مع بعض كده، ويجي مثلا واحد منهم، اي رجلي وجعتني مش عارف ايه. يقول له يا رب يعني انت وجعتني رجلي وانا عامل لك لسه كوبايه الشيح؟ الله، ينفع؟ ينفع توجع لي رجلي وانا لسه عامل لك كوبايه الشيح؟ يقول له يا ابني ده مكتوب، انا ما ماليش دعوه، اللي عمل الاب. يقول له الله، مش انت والاب واحد؟ يقول له ايوه، بس هو الاب اللي وجع لك رجلك، الاب هو اللي وجع لك رجلك. طب يعني مش انت بتقول انت والاب واحد؟ ما تكلمه، انا رجلي وجعاني قوي، اتخبطت فيها وجعاني وعماله تخر دم. يقول له يا ابني اللي عمل لك الكلام ده الاب، مش انت والاب واحد وانت اله برضه، اتصرف. قال له انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا. لا اله الا الله، لما انت لا تقدر ان تفعل من نفسك شيئا، امال بتقول على نفسك الابن الاله ليه؟ يقول له انتم تقولون،